السلام عليكم، مرحبا بكم في شيوة أم سليمان. أتمنى يا ربي تكونوا بالصحة والعافية، وانتم كتشاهدوا لي هذا الفيديو إن شاء الله. بسم الله، غنقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوه. إلا بغيتو تعملوها غليطة على هيدا الكبيدات ديالي، عملوها غليطة وتتعملوها رقيقة رقيقة، هاد الشي كل واحد على حسب. ودابا نوريكم الكبيدات، هذا الطرطاط ما نسانا كيف كتجي. ها انتم الكبيدات ديالي، كتشوفوا هاد الحبان كتجي كتحمق والله، ومزيونه وجديده. باش نقول لكم اكثر، والله ما عندي ما نقول لكم اكثر. الشقاع ديال الكبيدات واه، شوف كتجي غزاله لذيذه. نتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، ويلا نمشيو مقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. كبيدات ديالي، واحد السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوة ام سليمان. نتمنىكم يا ربي تكونوا بالصحه والعافيه، وانتم كتشاهدوا لي هذا الفيديو. غنعملوا واحد الطرطاط المنصانه، طرطاط التفاح، كتجي غزاله لذيذه، واحد المذاق فيها كيجي كيحمق ولذيذ. ونتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. وغنعمل لكم الاسهل طرطاط التفاح، اسهل. جوج بيضات العفو، عندنا جوج مغرفات ديال الحليب بودره، وجوج مغارف معمرين ديال مايزينا. الكبيدات كريمه باستيليره هي اللي غادي نزبقوا الاولانيه ان شاء الله. هذه عندي القشره ديال الحامض محكوكه رقيقه رقيقه بزاف، باش ما كتبقاش يمر تحت السيون. عندي هنايا نص لتر د الحليب غادي نعمل، هذا الكاس كيرفد 250 مللتر، غنعمل جوج. بسم الله. السكر على حسب الكبيدات اللي بغيتو، انا غادي نعمل واحد 3 ولا 4 الكوتشرات، عاود على حسب. وحلف شويه د الملحه، ها شوفوا ها شويه د الملحه. والسكر غادي نعمل جوج مغرفات اولا 3 ولا 4، المهم انا غنعمل 3 ونشوف. جات هو هذاك، هو ما خصنيش حلوه بزاف، ها واحد ها جوج ها 3. ودابا غادي نحرك مزيان الكبيدات، كما كتعرفوا مايزينا كتعود من الارض. غادي نحركوها مزيان، عاد نشعلوا النار باش ما تكورناش، كتجي خايبه ديك ها انتم الكبيدات، كتجي واحد الكريمه لذيذه غزاله، ونتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. دابا الكبيدات كما العاده ضروري الا ترشت شي حاجه غنمسح. عاد نبدا دابا نشعل النار، ها هي، وغادي نبدا شويه شويه كنحرك حتى تقل نحيدوها. انتما كلشي كيعرف كريمه باستيليره، هادي اسهل هما الكبيدات، هادي سهله بزاف وسهلا لي مبتدئ واللي ماشي مبتدئ يعدلها. اللي تعدل نوريها لكم. هانتوما الكبيدات، ها ها الكريمه باستيليره واجده كتشوفوها. الحرك ضروري نحركوا الحاجات على هادو، ضروري منهم. غنطفي النار ديالي، صافي حركي باش تيتو كيخرج منها ديك الربو. ها هي الكريميته ديالنا الكبيدات اللي غنعملو بها الطرطاط المنصانه بالتفاح، اسهل كريميته. ودابا غادي نخويها في هذا المول، بحيث ما بغيتش ننزلها فينا، خفت نحرقها. صافي الكبيدات دابا ان شاء الله يا ربي غادي نكرط، ونعمل هيدا نعمل عليها الكاريت بلاستيك غذائي ونخليها تبرد غير على برا دابا البروده. ويلا نمشيو نعملو الطرطه ديالنا. الكبيدات ديالي انا كنعدل ونسيت. جبت اوخال دري العجينه المورقه، شريتها ها هي فين طلقتها في هنايا، دهنتها بالبيض في الحواشي وقطعت من وحده اخرى السنتات وعملتهم هكذا في الحواشي.
غير في الحواشي وزعما باش ما ندهنهم بالبيض بالحق غير في هاد الحويشيات هادو باش ما يجيش الفيديو طويله الكبيدات زعما كنختصروا. هادي ما كاينش اللي ما يعرفش يعملها آه. انا بغيتو تخليوه هيداك خليوه هيداك، بغيتو تعملوا هاد الحشيه اللي كنعمل انا عملوها اللي بغيتو، هاد الشيء كل واحد كيبقى له كيفاش يقدر يعمل. الحق هيدا كتجي كتطلع في القنيته اكثر واكثر، كتجي اكثر مزيونه. ونتمنى تعجبكم الكبيدات. والاول نسيت خاصنا ضروري نتقبو هنايا في الوسط الحواشي، لا الحواشي ما تسقبوهمش الكبيدات ديالي، غير هنايا كتجي واحد الطرطه بنينه غزاله غزاله. عندي واحد جوج تفاحات كبار تبارك الله، هانتوما كتشوفوا التفاح ماشي بالحساب، ما قدكمش يزيدوا شاطلكم كولو ما كاين حتى شي مشكل الحاجه بحال هادو. دابا غنجيب الكريمه باستيليره ديالي، بسم الله ها الكريمه باستيليره ديالي الكبيدات، هي الصراحه بقى ما بردت بزاف بزاف الحق. حنا غنعمل لها هيدا ما حتاش شي نخلطها لا حتى حاجه، وعملوا القياس اللي غتقدروا يجيكم، ما تخرجوش لينا الحواشي بزاف هكذا غير مع القنيتات، واذا خرجت عوضوها غير بهذه ولا بيدكم، وما تعمروهاش بزاف بالكريمه باستيليره. هانتوما كتشوفوا الكبيدات واخا تشيط تاكلوهم غير فوتو تعدلوها. انا شاطلي واخا دري شاطلي العجينه المورقه شاطتلي شويه ونعدل بها ديك اللي شاطلي تا حاجه ما نضيعو الحمد لله. وهيداك ما عادش شي بزاف ها هانتوما كتشوف صافي الكبيدات ديالي غير هيدا عشوائيه ها. انا قلت لكم هاد الطرطه الا ما جي عندكم شي واحد يعمل الميريدا وعيط لك في الصباح تكون عندك واجده وبارده ومضخمه دغيا كتعدل الكبيدات دغيا دغيا. نحيدو هادشي على جال، ودابا نجيبو التفاح ديالنا الكبيدات ونبقاو نسطرو على قبال الوقت. غادي تدي لنا هيدا كنسطرو، انا غادي نعمل غير واحد شويه معاكم. هاد الطرطه هادي اسبانيوله دبصح، هادي ملي دخلت من هاد الارض وانا كنعرفها هنايا، وحتى ملي كنسمع شي واحد غيقدمها شي مطاع كيقول لا اسبانيوله، والله اعلم الكبيدات العلمي ولله. صافي هيدا غنمشي معاها، انا وجدت التفاحه قبل بزعما من ستوباركم شي وتبقاو تسبحين الهضره بزاف غنكمل عليها ونرجع عندكم. ها انتم الكبيدات هذا رجعت عندكم، عندي هذا السكر مورينو سكر حمى اللي كيعرفو كامل كلشي كيعرفو، هذه زعما واحد الماركه مزيونه. الا بغيتو تعملوا القرفه عملوا القرفه مع السكر، بغيتو ما تعملوهاش ما تعملوهاش، انا ما نعملهاش الصراحه ما نعملهاش غير السكر هذا زعما الصراحه كيعطيها واحد اللذه غزاله. وانتوما تعرفوا زعما ما تزولوش كتجي كتحمق. دابا نعملها في الفران، عندي كيس سخون من تحت ومن فوق على 200 180، كل واحد والفران ديالو والكبيدات، وملي طيب نرجع عندكم نوريها لكم ونكملوا التزيين ديالي ان شاء الله. والعمران ديالي شوفوا ما شاء الله خرجتها بقى سخونه الحق، ما نقدرش نحاديها حتى دابا بقى سخونه الكبيدات. كنشبر هذا الكوفيتير ديال الخوخ ولا النيش اللي بغيتو وكندهن هيدا، خاصها تكون بقى سخونه، دهنوها بهذا ولا بالمويس ولا باش ما بغيتو. ونبقى معاها الكبيدات ديالي كنعمل حتى في هاد الحويشيات هيدا اش كيعطيو بريو صافي ماشي شي حاجه. وانا غادي نمشي معاها الكبيدات ديالي كامله هيدا باش ما يجينيش الفيديو طويل، غادي نعمل لها كلشي هكذا الا تعوجوا نعوضهم حيت بقى سخونه وهي مزيان تعملوا لها هادشي بقى سخونه باش كيدخل فيها هاد الخوخ. لا تشوفوا واش الخوخ اش دنيش دو الخوخ ملي كوطن دو الخوخ نسيتها. ونتمنى تعجبكم ان شاء الله ومننسى ليها.
انتم الكبيده تاعها شكل النهائي ديال كتعرف مقرب الشم داكشي كتحمق الكبيدات كتحمق واللد اللي فيها ما نعاود لكم شي هو سهله والطرطه زعما ما كتدي والو انتم كتشوفوا اللي كتدي مثل واحد الزينه شويه درنا عنا هنايا نزلتو هذاك الشيء على حسب الكوفيتير بغيتو تعملوا الناباج اللي بغيتو تعملوا ماشي ضروري هذا الكوفيتير هذه الصراحه الحقيقه كتمشي معها هذه بغيتو تغليوها في الماء وتخليوها ليكيد غير دهنوا تعطيو البريو اللي بغيتو تعملوا لها ولكن عمل لها الميرميلاده باش كتجي مواتيه الظرافات وكل واحد يعمل على ذوقه اللي كيبغي ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم الكبيدات اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بجيم واشتراك مع الحباب والصحاب والله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين على الوقت ديالكم اللي كطيونا وكنشكر من كل قلبي الناس الجداد اللي دخلوا عندي الله يرحم لكم الوالدين الله يكثر خيركم في التيك توك وهنايا في اليوتيوب الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم وشكرا بزاف بزاف الكبيدات وما كنجبر ما نقول لكم ونتمنى هاد الطريطره صغيره تعملوها وتجروها ان شاء الله ساهله مهله طرطه الضمان صانت كاينين المناير حق انا عملت لكم اللي خفيف وسنسيه خفيفه دغيا 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 تعدلوها ما كاينش التعب نتمنى الكبيدات ديالي تكون عند حسن الظن بسيتو الكبيدات الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير دابا تشوفوا حتى الطرف مقطع منه كيحمق